بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الأيام المباركات عادة ما تذكرنا بأعظم نعم الله عز وجل على البشرية، وهي نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا. وذلك لأن هذه الأيام ترتبط بجهاد نبي الله إبراهيم عليه السلام، وبكثير من المواقف التي عاشها، وفي ظل هذه المواقف كانت دعوته المباركة التي دعا الله عز وجل بها واستجاب الله سبحانه وتعالى لها بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه الأيام أيضا تذكر ببدايات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتطبيق العملي لكونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكيف كان هديه، وكيف كان شأنه صلى الله عليه وسلم في الرحمة والشفقة بالجميع. فقص الله عز وجل علينا دعاء إبراهيم عليه السلام، دعاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، حينما دعيا بظهر الغيب لهذه الأمة أن يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما فرغ من بناء البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن تأمل في هذا الدعاء الجامع وجد ما فيه من فقه الخليل إبراهيم عليه السلام، وما كان في قلبه من النفع للبشرية بعده، وكيف دعا بهذا الدعاء الجامع لهذه الأمة خاصة بأن يبعث فيها الرسول الخاتم. وقال فدعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء من أن يبعث الله عز وجل في هذه الأمة ذلك الرسول. وغني عن الذكر أن ندرك أنه لم يكن في ذلك الوقت ثمة أمة، وأن العرب وشمال إفريقيا
وهذه البقعة من العالم التي يشغلها التي هي قلب العالم الإسلامي الآن لم تعرف أنها أمة بالمعنى الحقيقي لكلمة أمة حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لذريتهما أن يجعل الله عز وجل منها أمة مسلمة لله تبارك وتعالى، ثم دعوا بأن يكون منها النبي الخاتم، جعل الله عز وجل الأمرين معا، فلم تصبح هذه الشعوب أمة إلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأمة لا بد لها من جامع يجمعها، وهناك أمم قامت على الوحدة الجغرافية، وهناك أمم قامت على العصبية الجنسية أو النسبية، فأنهم يتعصبون لجنسهم أو لنسبهم. وقد ابتلى الله عز وجل العرب فيما ابتلى به غيرهم من أنهم كانوا شديد التعصب لآبائهم وأجدادهم وأحسابهم وأنسابهم، ولكنهم فتتوا هذا الأمر تفتيتا حتى ما كاد ينتمي الواحد منهم إلا لقبيلته الصغيرة، فضاع معنى الأمة حتى بمعنى الرابط النسبي الذي بينهم، حيث كان الولاء إنما ينصرف إلى القبيلة دون غيرها، حتى قدر الله تبارك وتعالى وأراد أن يكون هذه الشعوب التي تحمل بداية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قوام وحدتها وعلو شأنها هو دين الله تبارك وتعالى، وألا تعتبر أمة إلا بهذا الاعتبار. ولعل هذا ما ألمح إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: إنا كنا أذل قوم. وهذه الذلة كانت من التفرق والتشرذم، ومن ثم تقاسمت الدول العظمى إن صح التعبير النفوذ في مناطق الجزيرة العربية في شمال إفريقيا وفي غيرها، فكان هذا للفرس وذاك للروم، وربما يتقاتلون في تلك الأرض، يقاتل بعضهم بعضا من الذي يسود، ووقود المعركة هم أبناء تلك البلاد، ومع هذا فلا يكون لهم مطمع في أن يكون الأمر إليهم، وإنما غاية ما هنالك أن ينتقلوا من تبعية هؤلاء إلى تبعية أولئك أو العكس. فقال: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. إذا لم تقم قائمة لما يعرف الآن بالأمة العربية إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بوجود دين الإسلام، فالأمة العربية لا يمكن تصورها قط دون ذلك الدين. ولأن ذلك الدين ليس دينا عنصريا، فإن ثمة أمة أوسع وأكبر هي الأمة الأصلية، وإن كانت نقطة الانطلاق كانت من بلاد العرب، إلا أن أمة الإسلام هي الأمة الجامعة التي تجمع جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. لكن الشعوب التي قامت بالإسلام في أول دعوته في جزيرة العرب ثم فيما تاخمها، وينبغي دائما أن نتذكر تاريخ فتح مصر حتى لا يزيف أحد علينا التاريخ، إن مصر فتحت في العام 20 من الهجرة. نحن نحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم في العام 10 من الهجرة، 10 سنوات فقط بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مصر قد انضمت إلى تلك الرابطة وإلى تلك الجامعة. ومنذ ذلك الحين 14 قرنا من الزمان أو يزيد، وهي في قلب أمة الإسلام وفي قلب أمة العروبة. وهذا لأن أمة العرب وهذا
مما جعله الله عز وجل من الخصائص التي لا تكاد توجد إلا في أمة العرب، أن أبو العرب إسماعيل عليه السلام لم يكن منهم، وإنما جاء إليهم كما تعرفون حينما أسكن الخليل إبراهيم عليه السلام من ذريته في هذه الأرض، فصار الأمر أن العربية هي عربية اللسان وليست عربية النسب، وأن أي أمة تتقن اللسان العربي ثم تجعله لسانها الأصلي فقد صارت في قلب أمة العرب. وهذا ما حدث لبلاد مصر التي انطلقت منها فتوحات شمال إفريقيا ثم الأندلس، وما زالت إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى في القلب من العالم العربي ومن العالم الإسلامي. وأما ما يهرف به البعض من أنه يريد أن يحذف ما يعبر عن هذا الانتماء من دستور الأمة، ما يريد أن يحذف ما يعبر على أن مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية بدعوى أنه لا يوجد تعريف للأمة العربية والإسلامية، فهذا من الجهل بالدين والتاريخ والعلوم السياسية في ذات الوقت. فإن العلوم السياسية تقول أن أي رابط يجمع مجموعة من البشر يتحولون به إلى أمة، وليس من رابط يجمع الناس أكثر من رابط الذي يجمع الأمة الإسلامية، فهي أمة وإن تفرقت بلادها وإن تشعبت بلادها، ولكنها في النهاية يجمعها ذلك الدين الذي هو أخص خصائص الأمم. دعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأن تكون ذريتهما أمة مسلمة، وقد كانت، وكان هذا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد خصاه بهذه الدعوة الجامعة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه معالم دعوة الإسلام دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ما قد سأل الله عز وجل أن يبعث في تلك الأمة رسولا يتلو عليهم الآيات المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، وقد كان فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بأشرف كتاب، ويسره سبحانه وتعالى للذكر وجعل تلاوته مستحبة مستساغة للأسماع والقلوب لما فيها من جمال اللفظ وعذوبة المعنى إلى غير ذلك. ثم إنه ما سأل الله تبارك وتعالى فوق هذا أن يكون ذلك تلك الآيات المنزلة أن يكون معها شرح وتوضيح وبيان، فلم يقتصر على أن يسأل رسولا يتلو على ذريتهما آيات الله، حتى قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعطف الحكمة على الكتاب يدل على أنها شيء آخر، وقد ورد هذا مبينا في قوله تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل هنا على أن الذكرى المنزل من عند الله عز وجل ذكران: الذكر المنزل أولا وهو القرآن، ثم ذكر آخر مبين لهذا الأول. وفي حقه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهذا هو هذه الحكمة التي سألها الخليل إبراهيم عليه السلام. ومن أراد أن يعرف قيمة تلك الحكمة، قيمة ذلك الشرح والبيان، فلينظر إلى أحوال أقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم ابتلوا فيما ابتلوا به من أنهم تشربوا تلك المناهج الغربية،
ولا يريدون أن يجعلوا القرآن هو المرجع الرئيسي، فماذا يقولون وهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعظمون القرآن، ولكن قد ملئت قلوبهم بتلك الشبهة فيقولون القرآن على العين والرأس، ولكن كيف نطبقه وهو حمال أوجه؟ كيف نطبقه ومن أن لنا تفسيره؟ إذن فإذا حذفت التفسير المعتمد للقرآن، الحكمة الشارحة للقرآن، الذكر المبين للقرآن الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فستكون حجة هؤلاء آنذاك قوية. القرآن مجمل يحتاج إلى بيان، وهم يريدون فيما يزعمون، ولعلهم بالفعل يعيش الواحد منهم ممزقا بين إدراكه، لأن القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين ما غذي به من أنه ينبغي أن يفصل الدين عن تشريعات الحياة، فيجد الملاذ والمخرج الذي يظنه مخرجا ولا يعفيه هذا إلا أن يبحث ويسأل ويتعلم ليجد الجواب، فيظن أن المخرج أن يقول نعم للقرآن ولكنه حمال أوجه، فعلى أي وجه نحمله وبأي طريقة ننفذه، مع أننا لو أردنا أن نجيبه بإجابة جدلية، ولكنه من الجدل الصحيح أن نقول له نحن وأنت ندعي ادعاء واحدا أننا مسلمون، والتزمنا سويا بأننا يجب أن نرجع إلى القرآن، فإذا كانت ثمت مشكلة تواجهنا في الرجوع إلى القرآن فلنعتبرها مشكلة ولنبحث لها عن حل، وأما أن تقول إذن فلنعرض عن القرآن، إذن فأنت تناقض نفسك حينما قلت نعم للقرآن، ولا يستطيع مسلم أن يقول لا للقرآن ونعم للشريعة، ولا يسعنا إلا أن نقول كذلك، ثم أنت تأتي عند أول صعوبة تواجهك وتقول ما مؤدى لا للقرآن ولا للشريعة ولا لكذا ولا لكذا، لأنك وجدت صعوبة ما. ينبغي عليك إذا كنت صادقا في بحثك أن تعتبر هذه مجرد صعوبة لا بد لها من حل، لأن الذي أمرك باتباع شرعه والذي أمرك بطاعة ما أتى في القرآن هو العليم الحكيم الخبير الذي لا يمكن أن يأمرك إلا بشيء في استطاعتك. فإذا اعترفت بأن هذه مجرد صعوبة قد واجهتك وهي تبحث عن حل، نقول لك الحل أيسر مما تتصور، وهو في القرآن ذاته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كل هذه ردود من القرآن ذاته لعلاج تلك الصعوبة، أو هي لم تكن صعوبة إلا على من لم يقرأ القرآن ولم يعرف أن في القرآن إشارة إلى أنه نعم فيه إجمال يحتاج إلى تبيين، ولكنه أرشدك إلى المصدر الذي تذهب إليه لتبحث عن ذلك البيان، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن السنة أيضا أرشدتك، أو القرآن والسنة معا أرشداك إلى مزيد من الشرح ومزيد من البيان، أو إن شئت قل مزيد من النماذج العملية التطبيقية، لأن هذه المعاني قد لا تكتمل في الذهن إلا عندما تطبق على أرض الواقع. فأرشد القرآن والسنة معا إلى أن إن شئت مزيدا من التطبيق ففي هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل في شأنهم
وجعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم في شأنهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. إذن حتى الأمور المستقبلية، أحوالنا الحالية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا مستقبلية، يقولون أين سنجد علاجها؟ ستجدها أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن كانت دعوة أبيكم إبراهيم عليه السلام دعوة شاملة جامعة. سأل الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يبعث إليكم محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب وحكمة لكي يكون الأمر فيه غناية وفيه كفاية للبشر، أن يأتيهم الأصل جامعا وفيه الأصول العامة، وأن يكون معه الشرح والتفصيل بحيث تستطيع الأمة أن تستغني بذلك. ثم كان من دعائه عليه السلام أيضا لهذه الأمة أن يكون مما من مهام ذلك الرسول أن يزكي الأمة، وهي التربية، وهذا داخل في إنزال الكتاب وفي شرحه في الحكمة، إلا أن التنبيه عليه، لأن قد ينتفع الناس بشيء من العلم، والعلم في الأمور التي تخالف هوى النفوس ليس كافيا. ربما لو أنك تجد كثيرا من أمور الحياة متى علمت الصواب فيها فعلته، ولا تجد أي مشكلة ولا تجد أي مقاومة داخلية أو خارجية، لأنها لا يوجد أهواء تقاوم ذلك الأمر، فبمجرد أن تعرف تزول المشكلة. علوم الزراعة والصناعة وغيرها مما لا يوجد هوى مسبق لدى أحد أن يستعمل هذه الطريقة مثلا في الزراعة أو تلك، أو يستعمل هذه الطريقة في الصناعة أو تلك، فهذا يكاد يكون المشكلة هو أن يهتدي الناس إلى العلم. ولكن ثمت أمور معظم الناس يعرف فيها الحق، ولكن يقول: غلبتني نفسي، غلبتني شهوتي، وكذا وكذا. وهذا في جانب الطاعات بأن يكسل الإنسان عنها، يعرف أن الخير في صلاة الجماعة، وأن الخير في الصيام، وأن الخير في الزكاة، ثم يكسل هنا ويبخل هناك ويجبن في الثالثة وهكذا. فمع أنه يعرف الحق، إلا أن هناك موانع وحواجز. أيضا في جانب المعاصي، فهو يعرف أن النظر إلى العورات المكشوفة حتى وإن لم يكن حراما فهو خسة وندالة، فكيف إذا كان حراما؟ ويعرف ويعرف ويعرف، ولكن ثمت أهواء، وهذا يحتاج إلى تربية، وهي أعمق من معاني العلم، يحتاج إلى ترويض. كيف يروض الإنسان نفسه، وكيف يكبح جماح شهوته، وكيف يعودها؟ وهذه هي التزكية التي سألها الخليل إبراهيم عليه السلام، لأن تكون من مهام محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم فبين لنا الطريق من جهة البيان، وأخرج لنا جيلا هم صورا متحركة ونماذج متحركة لهذا البيان، لكي نعلم أننا نستطيع متى سلكنا نفس السبيل.
في العلم والتربية، في العلم والتزكية، في العلم ومقاومة النفس وترويضها، فإننا هذا هو الطريق مبينا وموضحا ومطبقا لمن أراد أن يسلك ذلك السبيل. فكانت هذه الدعوة من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام دعوة جامعة استجاب الله عز وجل لها. ثم رأينا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لها، علينا أن نتعلمه وأن ندرسه وأن نتمسك به، ففي التمسك به كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، أستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ومما ذكره الله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة دعواته، بعدما ذكر ذلك الدعاء الجامع من إبراهيم عليه السلام والذي تحقق كما سأل إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذكر الله عز وجل أيضا في مواطن كثيرة صفات لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدعوته، ومنها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الصفات لمحمد صلى الله عليه وسلم مع صفات أخرى كثيرة ذكرها الله عز وجل في ثنايا القرآن حبا منه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكي ندرك جميعا عظم المنة علينا ببعثته صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الآيات كالمتممة والمكملة لما ورد من صفات عامة وخصائص عامة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء إبراهيم عليه السلام. فذكر الله عز وجل هاهنا والخطاب منه للعرب ثم لأمة البعثة ككل، أي البشرية أجمع، ولكن المخاطب أصالة العرب الذين أذهل بعضهم أو كثير منهم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أذهلهم الحسد والبغي عن إدراك النعمة العظيمة التي اختصهم الله تبارك وتعالى بها حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الإشارة الضمنية في بداية هذا الكلام إلى أن هؤلاء القوم معرضون عن نعمة هي من أعظم النعم، إلا أن الله تبارك وتعالى اختص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق بذكر بعض خصائصه وبعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حري علينا أن نتوقف عندها جيدا لندرك كيف يمكن لدعوة الإسلام أن تنتشر، وكيف يمكن لها أن تتغلب على نزغات الشياطين التي تؤذ الناس وتحركهم ضد ما ينفعهم. وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه هؤلاء العتاة في الكفر والصد عن سبيل الله، فكيف إذا كان الأمر في مجتمعات المسلمين وقد يوجد فيها نوع من الصد عن سبيل الله أو الإعراض عن الدعوة أو سماع ما تؤذه الشياطين، فيبقى أن هذا يجب أن يقابل
بمثل ما كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يعز عليه ما يدده من قومه من عنت. وفرق شاسع بين أن تقول أن عنت القوم أورث لدى من يدعوهم أنواع من الكره وأنواع من حب الانتقام وكذا وكذا، وبين أن تقول أنه يتألم. هو يتألم لأنه يقول كيف لهؤلاء القوم أن يتعنتوا مع أنفسهم وأن يتركوا ما فيه خيرهم وأن يتركوا ما فيه نفعهم. فينبغي أن يكون هذا هو حال الإنسان، لأن الشيطان أحيانا يدخل من مداخل الخير لكي يقلبها إلى الشر. فإن الإنسان متى وجد عنة من البعض في الحق ككل، كما هو حال الكفار المعرضين عن شرع الله تبارك وتعالى، أو في بعضه كما هو الحال الذي يوجد في مجتمعات المسلمين ممن يعرضون عن شيء من الحق، ينبغي أن ينقلب ذلك عنده شفقة عليهم، حرصا عليهم. نعم هو يكره المعصية، نعم هو يكره وجودها، ولكن يغلف هذا بأن الدافع الرئيسي لكره المعصية وكره وجودها هو شفقته على هؤلاء القوم وحبه للخير لهم. قد أخبر الله تبارك وتعالى المشركين في غيهم وضلالهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما يقومونهم به تجاهه من أنواع الكذب وأنواع التضليل ونشر الشائعات والإذاء النفسي والبدني والتنكيل بأصحابه إلى آخر هذا مما تعرفون، إلا أن الذي يحزنه في القضية أكثر من هذا كله هو تعنت هؤلاء مع الحق الذي دوره أن يبلغه إليهم، والذي يتمنى لو قبلوه، حتى أن الله تبارك وتعالى فيما بعد لما أراد أن يعلمه بدنو أجله أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تعلمون ما دار بين عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في فقه هذه الصورة، معناها واضح ولكن ما وراءها. فقال ابن عباس هي علامة نعى بها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، بمعنى أن القضية أن الله تبارك وتعالى وإن كان يحب أن يقبضه صلى الله عليه وسلم إليه إلا أنه تركه حتى يقر عينه بأن الناس دخلت في دين الله أفواج، وبأن هؤلاء الذين كان في غاية الحزن والأسف والأسى عليهم أنهم يتعنتون مع الحق أن الله عز وجل أدخلهم في الحق ودخلوا في دين الله أفواج. هذه قضية أحيانا يغفل عنها البعض أو تلتمس عنده بقضية أخرى، وهي أنك إن ابتليت أنك في زمن يعرض فيه الناس عن الحق فلا ينبغي أن تهتز ولا ينبغي أن تغتر بكثرة عدد المعرضين أن تقول أن ما هم عليه حق. هذه قضية، وقضية ما تتمناه أنت قضية أخرى. فأنت تتمنى أن يشيع الخير وأن يدخل الناس في دين الله أفواج وأن ينتشر هذا الأمر، وإلا فإن كثيرا من الناس وكأنه يريد أن يختص لنفسه بهذا الدين أو أن يختص لنفسه بمنزلة فيه يحجرها على نفسه ويتمنى ألا يشاركه فيها أحد، وهذا غير ما كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان وصفه الله تبارك وتعالى
بأنه كان يعز عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. هذا العنوان ينبغي أن يكون هو العنوان الرئيسي للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل العنوان الرئيسي الذي يتعامل به كل مسلم مع البشر من حوله وليس مع المسلمين فقط، من أنه حريص على نفعهم. الجزء الرئيسي من نفعهم أن يهديهم الله عز وجل على يديه، ولكن يريد أن ينفعهم في أمور دين، في أمور دنياهم، حتى وإن لم يكونوا على الحق، طالما أن هذا لا يعارض الحق ولا يضره. وقد كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة في قصة إسلام ثمامة بن أسار رضي الله عنه، سيد بني حنيف، وقد أسره المسلمون وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربطوه في سارية من سوار المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تطلب المال تعطى منه ما طلبت. أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن رده ورجاحة عقله وحسن خلقه، فرجى فيه أن ينفع الله به الأمة، فأطلق سراح حتى لم يطلب المال، مع أن ثمامة يقول: وإن تطلب المال تعطى منه ما طلبت، ولكن لأنه قال: وإن تمنن تمنن على شاكر، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه. فإما أن يكون هذا ترغيبا له في الإسلام، وإما أن يكون هذا ترغيبا في أن يحسن معاملة المسلمين. فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه ذهب إلى بستان فاغتسل وعاد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم عاد إلى قومه، وديار هي التي تورد الحنطة إلى قريش، فمنعهم أن يرسلوا إلى قريش منها حبة، وهو لم يعتدي على أحد، غاية ما هنالك أنه لا يريد أن يبيعهم. فماذا فعلوا وهم الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه؟ ويجب هنا أن تستصحب أنهم هم الذين أخرجوه من مكة يا أحب الديار إليه، وهم الذين آذوه وعادوه، وكانت آنذاك الحرب بينهم دول، ولكنهم لم يرسلوا إلى ثمامة، وإنما أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: إنك تزعم أنك تأمر بصلة الرحم، فإنا نناشدك الله والرحم، إلا أمرت ثمامة أن يرسل إلينا الحنطة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يبيعهم الحنطة كما كان يبيع. إذن هذه هي الرسالة التي ينبغي أن يدركها الجميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى في التعامل مع هؤلاء وفي غضبه من إعراضهم حريص عليهم. ثم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني ما مضى من أنه عزيز عليه ما عنتم وأنه حريص عليكم خطاب لأمة الدعوة، أي خطاب للبشرية جميعا بما فيهم الكفار، بل على رأسهم هؤلاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون على طريقته وعلى هديه يعز عليه إعراضهم
وهو في ذلك حريص عليهم وعلى نفعهم. وأما إذا تعلق الأمر بالمؤمنين فهو بهم رؤوف رحيم، جمع الصفتين معا مبالغة، لأن إذا كانت هذه الرحمة العامة فأين حق الإسلام؟ فلا بد من مزيد من الرحمة. يترجم هذا إلى حقوق زائدة، منها ما هو واجب كالزكاة، ومنها ما هو مستحب وهو كثير من الصدقات والهدية وإفشاء السلام وإطعام الطعام وإبداء النصح إلى غير ذلك من الأمور. وهي تشمل إذا كان هناك أنواع من الرحمة ومن الحرص ومن الشفقة توجه إلى الكفار، وأنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإذا قلت عصاة المؤمنين وعصاة المسلمين فهم داخلون في أنه ينبغي أن تكون بهم رؤوفا رحيما، لأن الكفار قد كان معهم أنواع من الحرص وأنواع من الشفقة وأنواع من الرحمة، فإذا يدخل كل المسلمين طائعهم وعاصيهم في أنه ينبغي أن تتوجه، أن يتوجه كل مسلم إلى إخوانه بأنواع من الرأفة والرحمة. نحن في حاجة، نحن نتذكر معالم دعوة الإسلام بوسماتها، أن نحيي أن يكون كل منا بإخوانه رؤوفا رحيما في تعامله معهم وفي إحسانه إليهم. ذلك لأن بعض الصراعات قد تورث في النفس أحيانا أخلاقا ليست كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يظن البعض أن نصرة الحق إنما تكون بطريق غير هذا الطريق. نصرة الحق لا تكون، لا سيما إن كنت في مجتمع مسلم، إلا بأن تعمق معاني الرأفة، أن تعمق معاني الرحمة، ومن معانيها كل أنواع الشفقة والرحمة، مواساة الفقراء والمساكين، ومن إعانة ذوي الحاجات، ومن تيسير حاجاتهم إلى غير ذلك. فإن هذا كله مما يوجد صفات المجتمع المسلم الذي ييسر الطريق لقبول الحق بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يجعل صاحبه ممتثلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معالم من هذه الدعوة المباركة. ثمت يعني نصوص أخرى كثيرة تطوف بنا حول صفات عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ندرك معها فعلا أنه رحمة مهداة وأنه رحمة للعالمين. ومن ثم ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاقه وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وأن نصبر في ذات الله عز وجل، وأن نصبر حتى يعم الخير بإذن الله تبارك وتعالى بين جميع المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن لنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم من المتقين إماما. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.